أهلا بكم أبناء الأعزاء طلاب صف السنة الإعدادي. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنشرح الدرس السادس من منهج الجبر الترم الثاني فاكتورايزنج باي جروبنج. The algebraic expression consisting of four terms can be factorized by one of the following two methods. First method, the algebraic expression consisting of four terms is dividing into two expressions, each of them consisting of two terms, such that you can find a common factor between the two terms as shown in the following examples. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي ان الاكسبريشن اللي بيتكون من فور تيرمز ممكن نحله بطريقتين. الطريقه الاولى اقسمهم كل اتنين مع بعض زي المثال اللي هنشتغل عليه دلوقتي ده، وبعد كده ممكن اقسمه ثلاثه مع بعض وواحده لوحدها. هنشوف كل اتنين مع بعض ده هنعمل فيه ايه. يعني اخد الاتنين الاولين دول مع بعض والاتنين التانيين دول مع بعض واشوف ايه اللي ممكن اعمله بعد كده. الاتنين الاولين مع بعض يبقى ax plus ay plus bx plus by. هناخد هنا a highest common factor هيتبقى معايا x plus y، وهنا اخد b highest common factor هيتبقى معايا x plus y. بعد كده اخد x plus y highest common factor اشيلها من هنا هيتبقى معايا a، واشيلها من هنا هتبقى معايا بلس بي. كده يبقى الفاكتوريزيشن هيبقى اكس بلس واي تايمز اي بلس بي. وكده خلصنا من الفاكتوريزيشن. طيب واحد فكر تفكير تاني قال هاخد اي اكس من هنا مع بي اكس، اي اكس بلس بي اكس، وبعد كده بلس قال اي واي مع بي واي، وعمل الفاكتوريزيشن هنا خد x highest common factor هتبقى معاه a plus b، وهنا y highest common factor هتبقى معاه a plus b. بعد كده خد a plus b highest common factor اتبقى معايا هنا x، وهنا اتبقى معايا plus y، وقدامي نفس الإجابة. نروح لسؤال تاني. هنا 2a to power 2 minus 2b plus ab minus 4a. لو انا خدت الاتنين الاولين مع بعض والاتنين التانيين مع بعض هنشوف هيحصل ايه. 2a square minus 2b مع بعض plus ab minus 4a. طب هنا هناخد 2 highest common factor بس هيبقى معايا a square minus b، وهنا هاخد A highest common factor هيبقى معايا B minus 4. مفيش حاجة شبه بعض هنا، يبقى كده ما ينفعش آخد الاتنين الأولين مع بعض والاتنين التانيين مع بعض، يبقى لازم أفكر في طريقة تاني. الطريقة التانية ممكن أعمل إيه؟ ممكن آخد الأول والتالت مع بعض وأشوف الحل إيه. على فكرة هنا السؤال دايما بيعتمد على التخمين بإن أنا أجيب حاجة شبه بعض، لكن مش في كل الحالات التخمين بيطلع ايه مظبوط، فلازم اركز كويس. هنا نيجاتيف 2b ماينس 4a، خدت الاتنين الاول والتالت مع بعض والتاني والرابع مع بعض. هنا هعمل فاكتورايزيشن، هاخد a highest common factor هيبقى معايا 2a بلس b، وهنا هاخد نيجاتيف 2 highest common factor هتبقى معايا b بلس 2a. هنا 2a بلس b وهنا 2a بلس b برضو الاتنين شبه بعض، طبعا b بلس 2a هي نفسها 2a بلس b، يبقى هاخد 2a بلس b highest common factor هشطبها من هنا هتبقى معايا a، هشطبها من هنا هتبقى معايا نيجاتيف 2. بس كده الفاكتوريزيشن خلص. هنا بيقول لي فاكتورايز each of the following، ومديني x cube minus 3x square plus 27 minus 9x. ناخد الأول والتاني مع بعض ونجرب، يبقى x cube minus 3x square plus 27 ماينس 9x. هنا ناخد اكس سكوير هاي سكومن فاكتور، حتبقى معايا اكس ماينس 3 بلس هنا اخد ايه، اخد 9 هاي سكومن فاكتور، يبقى معايا 3 ماينس اكس. هنا اكس ماينس 3 وهنا 3 ماينس اكس. طب اعمل ايه؟ اكس ماينس 3 ايكوال نيجاتيف 3 ماينس اكس، يبقى نيجاتيف. انا عشان احول دي لاكس ماينس 3 هاخد نيجاتيف هايست كومن فاكتور، هتبقى اكس سكوير اكس ماينس 3 وهنا نيجاتيف 9 ودي تبقى اكس ماينس 3. شوف مع بعض بعد كده اكس ماينس 3 لو خدتها هايست كومن فاكتور من الاولانيه هتبقى معايا ايه، اكس سكوير، ومن الثانيه هتبقى معايا ماينس 9. اكس سكوير ماينس 9 دي ليها فاكتورايزيشن، نعملها ايه؟ وخلي بالي هنا في اكس سكوير في الاول نسيناه اللي هي دي، يبقى كده اكس سكوير اهو واكس ماينس 3 اهي، والاخيره دي اكس سكوير ماينس 9. لا مفيش اكس سكوير هنا، ايه هو ده؟ لا، ما هي اكس ماينس 3 خدناها من هنا، نرجع عشان خاطر ايه نظبط ايدينا كويس ما يبقاش فيه غلط معانا من البداية. تمام، خدت اكس ماينس 3 اهو هايست كومن فاكتور اهو، يبقى كده اكس سكوير اهي ماينس 9 في الثانية هتبقى اكس ماينس 3، وهنا اكس سكوير ماينس 9 هتبقى اكس ماينس 3 واكس بلس 3. كده اكس ماينس 3 سكوير تايمز اكس بلس 3، وكده عملنا الفاكتورايزيشن بتاعها صح. نروح للسؤال اللي بعد كده. السؤال الثاني اكس سكوير ماينس 4 واي سكوير ماينس 5 اكس بلس 10 واي. ناخد الاثنين الاولين مع بعض، اكس سكوير ماينس 4 واي سكوير بلس نيجاتيف 5x بلس 10y. الاتنين الاولانيين دول ممكن اعملها فاكتورايزيشن، تبقى x minus 2y وهنا x plus 2y، ودي اخد نيجاتيف 5 هايست كومن فاكتور هتبقى x plus y. بعد كده اخد هنا اكس بلس 2 واي، دي اكس بلس 2 واي، خدنا نيجاتيف يبقى ماينس كمان. خدنا نيجاتيف 5 بره يبقى ماينس 2 واي. نيجي بعدين ناخد اكس ماينس 2 واي هايست كومن فاكتور، اخدتها من هنا يبقى بقى معايا اكس بلس 2 واي اللي هي دي، واخدتها من هنا يبقى بقى معايا بعد كده ماينس 5. يبقى الفاكتورايزيشن كده اكس ماينس 2 واي تايمز اكس بلس 2 واي ماينس 5. نروح للسؤال اللي بعد كده. 12 اكس كيوب ماينس 8 اكس سكوير بلس 18 اكس سكوير واي ماينس 12 اكس واي. لو انا فكرت وخدت الاتنين اولين مع بعض والاتنين التانيين مع بعض نشوف هيحصل ايه. twelve اكس كيوب ماينس 8 اكس سكوير وهنا بلس 18 اكس سكوير y minus 12xy. هنا هاخد ايه 4 x سكوير هايست كومن فاكتور، هتبقى معايا هنا 3x minus 2، وهنا هاخد 6xy هتبقى معايا 3x minus 2. هنا في 3x minus 2، هنا 3x minus 2، يبقى 3x minus 2 highest common factor. هتبقى معايا كده هنا 4x square plus 6xy. 4x square plus 6xy دي لسه ليها highest common factor، ناخد منها 3x minus 2 هكتبها، دي هاخد 2x بره هكتبها بره هنا واعمل ديفايد باي 2x، يبقى هنا 2x بلس 3y. وكده خلصنا الفاكتوريزيشن. دي طريقة. في طريقة تاني ان انا من البداية اخد الهايست كومن فاكتور 2x، اخد 2x هايست كومن فاكتور من البداية واعمل فاكتوريزيشن اللي جوه بعدين، يبقى 2x highest common factor هنا يبقى 6x square minus 4x plus 9x square 9xy minus 6y. كده انا خدت ايه؟ highest common factor 2x بره وادي 2x بعد كده، وابدأ اشتغل الاتنين الاولين مع بعض. 6x سكوير اخد 2x عايز كومن فاكتور يبقى x minus 2، وهنا هاخد عايز كومن فاكتور 3y هتبقى معايا x minus 2، يبقى كده 2x بره، هنا اخد x minus 2 عايز كومن فاكتور هتبقى معايا 2x بلس 3y، يبقى كده 2x times x minus 2 هنا 2x بلس 3y هنا في 3 كمان نسيناه، وبكده يكون ايه؟ لانه هنا 2x times 3x تديني 6x سكوير، نسينا 3 هنا، وبكده يكون خلصنا حل السؤال ده. هنا فاكتورايز each of the following، ومديني 3 مسائل دول try by yourself. اسيبك كده 5 دقايق 10 دقايق تفكر في الثلاث اسئله دول لانهم بياخدوا وقت شويه، بس اعتقد ان هم سهلين. حلينا. طب نشوف الحل مع بعض. السؤال الأول 5b بلس xa وهنا 5a بلس xb، ناخد اللي فيهم 5 مع بعض مثلا 5b بلس 5a بلس وهنا xa بلس xb، هنا ناخد 5 highest common factor دي تبقى a بلس b او b بلس a مش هتفرق، وهنا عشان تبقى منظمة، وهنا a بلس b، ناخد a بلس b highest common factor بقى معايا 5 بلس x. وكده خلصنا حل السؤال الأول. شوف السؤال اللي بعد كده x كيوب، ناخد x كيوب مع ايه؟ مع x سكوير بلس هنا نكتب 9x مع بلس 9، هنا ناخد اكس سكوير هايست كومن فاكتور هتبقى معايا اكس ماينس 1، وهنا ناخد نيجاتيف 9 يتبقى معايا اكس ماينس 1 عشان نيجاتيف بره، كده تبقى اكس ماينس 1، وهنا تبقى اكس سكوير ماينس 9. اكس سكوير ماينس 9 نعمل لها فاكتوريزيشن يبقى اكس ماينس 1 الاول، ودول هيبقوا x minus 3 و x plus 3 اللي هي x minus 9. كده حلينا السؤال التاني. نروح للسؤال التالت x square minus y square، ممكن ناخد x square minus y square وهنا 5x minus 5y، يبقى x square minus 5y square تبقى x minus y، وإكس بلس واي. difference between two squares. وهنا ناخد 5 تبقى إكس ماينس واي. يبقى كده ناخد إكس ماينس واي حيث كومن فاكتور. يبقى معايا هنا إكس بلس واي، وأخدت من هنا يبقى معايا إيه؟ بلس 5. إكس بلس واي بلس 5. كده نكون خلصنا السؤال تراي. The second method. second احنا كل اللي اتكلمناه قبل كده ده على الفيرست ميثود. الفيرست ميثود كنا بناخد ايه؟ 2 و2. دلوقتي ثيرد ميثود، يبقى هناخد ايه؟ نجرب، هناخد 3 وواحدة، نخليها وحدها كده. السؤال اولان ممكن اخد الثلاثة دول مع بعض واعمل لهم فاكتورايزيشن. يبقى اكس اكس، وهنا 5y، وهنا 5y، وهنا نيجاتيف، وهنا نيجاتيف عشان دول بيرفكت سكوير. يبقى كده ماينس ايه؟ 36. كده بقت x ماينس 5y سكوير ماينس 36. يبقى كده نعمل difference between two squares. يبقى x ماينس 5y، وهنا x ماينس 5y، وهنا 6، هنا 6، واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. وكده يكون خلصنا حل السؤال ده. السؤال اللي بعده ناخد نرتب الأول عشان خاطر ايه السؤال مش مترتب. نخلي 25 دي في الآخر خالص ونرتب التلاتة دول مع بعض. يبقى اكس تو باور 2 بلس 6 اكس واي بلس 9 واي سكوير ماينس 25. ونبدأ نعمل فاكتورايزيشن لدول. اكس اكس 3y 3y، والاتنين بوزيتيف بيرفكت سكوير ماينس 25. تبقى كده اكس بلس 3y سكوير ماينس 25. كده difference between two squares. x بلس 3y، وهنا x بلس 3y، وهنا 5، وهنا 5، واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. وكده يكون عملنا الفاكتورايزيشن. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده try by yourself. طيب اسيبكم تحلوا تراي، نفكر، وبعدين ترجع ايه تشوف الاجابه بتاعتك معانا صح ولا غلط. حلينا. طب نشوف السؤال الاول. هخلي دول مع بعض، الثلاثه دول مع بعض. يبقى اكس سكوير ماينس 2 اكس واي بلس واي سكوير ماينس سي سكوير. دول هيبقى اكس واكس، وهنا واي، وهنا واي، والاتنين نيجاتيف ماينس سي سكوير. يعني اكس ماينس واي سكوير ماينس سي سكوير. بقى كده تبقى كده ديفرنس بين تو سكويرز اكس ماينس واي، وهنا اكس ماينس واي، وهنا سي، وهنا سي، واحدة ماينس واحدة ايه؟ بلس. كده خلصنا السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده. 16 اكس سكوير ماينس اي سكوير بلس 6 اي بي 6 اي بي سكوير ماينس 9 بي سكوير. ممكن اخد التلاتة اللي ورا دول مع بعض واخد ايه؟ نيجاتيف هايست كومن فاكتور. يبقى 16 اكس سكوير ماينس، هتبقى هنا اي سكوير ماينس 6ab بلس 9b سكوير، عشان انا خدت الماينس هايست كومن فاكتور. يبقى تبقى 16 اكس سكوير ماينس دي هتبقى كده قوسين شبه بعض a، وهنا 3b، وهنا 3b، والاتنين نيجاتيف. يعني 16 اكس سكوير ماينس a ماينس 3b all to power 2 نعمل difference between two squares تبقى 4x وهنا 4x وهنا a minus 3b مرة positive وهنا a minus 3b negative تبقى 4x plus a minus 3b وهنا 4x minus a plus 3b. وبكده نكون خلصنا حل السؤال ده. وبكده نكون خلصنا شرح درسنا النهارده، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.